جيت أسألك عالرزاق ويا رو مجيدي خادق وجيت أسألك عالرزاق ويا رو مجيدي خادق وجيت أسألك وانت منين وتسوى العمارة الصوبين وخلك حرس عن العين الله على اللي تعدى وشفت قاعد بالخمار شبه القمار بالغيمه وشفت قاعد بالخمار وشبه القمار بالغيمه والله الفرقه اشهد على اللي تعدى وجيت أسألك عالرزاق خارج الموت محن علي انت الطرب والكير والبيابية ايه تقول للامريكي هاو ار يو يقول لك نايس وذر ام زمان طنبوره وين واحنا وين اشكو امين هاي مايك هاي مان هاو يو دوين هلا ويا هلا بيك انت نبات بيك كاد يا شور 35 سنت بليز شلونك انت والله عايشين الحمد لله هيز يور تشين ماي مان هاي شنو؟ هاي الباقي ما دولار شنو بس 65 سنت؟ اي طبعا الناس طلب 35 سنت وانت انطيتني دولار فرجع لك 65 سنت شو تريد انطيك الدخل كله؟ ما انا ما منطيك ما منطيك دولار ترى انا منطيك قبل 20 يا فتاح يا رزاق هذا اول كاستمر بعد ما مستفتحين ما تقول لي واحد شلون يشوف خير لما يصبح بهيك شكولات Hey man, you gave me a dollar. No man, أنا ما منطيك دولار. أنا منطيك أبو العشرين. لك يا بنت أنت كريزي؟ لا يا بنت ترى أنا مو كريزي. بس أنت إذا تريد الطيرة لأبو العشرين you got it. لك يا بنت أغاتي أنت. أنت بس دولار واحد انطيتني. أنت ما تقولي منين الله جابك علي. بابا أنت زين. ترى ما أطلع من هنا إذا ما أخذ باقي العشرين. وبعدين ترى أنا هواية تعبان بفلوسي. عادين مو قدامك وهي تعبان بفلوسك وتشتغل يوميا 20 ساعة لك ما تقول لي انت شنو قصتك من الصباحيات يا فتاح يا رزاق ها؟ لا 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 ترى هاي بيني وبين هالولد واحنا نقدر نصلح سوء التفاهم بيناتنا انت ما عليك ابقى بعيد من هالوادي كاميري كمي ولنا خسري دولار امان سبيكينج انجلش انت مش هتحشون امان امان اسمع انت ايش قطيت له؟ لك عيني انطيت ابو العشرين بعده يطقطق هسه ما اخذ من البنك اذا قولوا لي هو الباقي له فيه شكولات لا حين فيه شكولات لا شعبالك يابا
سيد ماجد تتأكد وشوف شطاك. يابا دولار واحد بس انطاني، اصلا انا كل 20 ما عندي بالكاش. تمام كل 20 ماكو بالكاش. والسيارات؟ مستغرب جنابك؟ كل 20 ماكو بالكاش بس خمسات وعشرات. ما يجوز انا متوهم وانطيتك 10 كين، وال10 كين هم بالساوي 20. هم قول لي ماكو عشرات وخمسات بالكاش، ترى هسه قلت اكو عشرات او خمسات. تعال هنا، تعال 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 اشوف. وانت يا ابو حضرتك ليش تعطيني 10 كين لما انت بس مشتري 35 سنت؟ صدق تعال اقول لك، انت ليش جاي تعطي 10 كين لما انت بس مشتري 35 سنت؟ ها غير بس تعطي 10 وحده. اوكي 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 بس 10 بس 10، دنطيني باقي 10 وامري لله. لك انت ليش ما تطلع من قدامي؟ بعدين انت تقول لي زين على اهلك طلع كامل. طلع 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 طلع. هاي شلون صباحية؟ دشوف دشوف من ما يكون ابو الستور موجود شلون تطلع عيونهم؟ ليش انا اقول لك ضروري يكون ابو الستور موجود؟ يعني هسه انا لو كان عندي ابو العشرين بالكاش كان انطيت الباقي وانا الممنون. اي هاي يشوفون ابو الستور ما موجود يطلعون لنا بكلاوات. ليش شنو انا ما مالي عينك؟ انا لو كنت اريد قلت لك كان التلتة. بس ليش داومت نفسي؟ اشو هو كله فتح وعزل السبوح كله ب 95 دولار. ايش عبالك؟ ايش عبالك ايش داير تطي لي؟ شبيك لبيك مو هاك بين ايديك؟ ها؟ لو تعطيني 1100 بعدين انا اشتغل على قد فلوسي، اوكي؟ ترى هذا مو حكي. دشوف هالستور الصغير كم عائله دا يعيش؟ مو زين انا وانت عندنا شغل. قولها عطالة بطالة يا معود. ليش هي الخمسة وتسعين دولار هم فلوس؟ اشو افتح وعزل السبوع كله واخلي 71 ساعة بخمسة وتسعين دولار، يعني الساعة مالتي دولار وشمبني. يروح منها 25 غاز للسيارة شبقة انتخم الخاصة انتخم شبقة يبقى 70. يروح منها 30 للديري شبقة تخمل خاصة تخمل يبقى 40. واسمي دا اشتغل يا بشنو؟ انا هسه جاي لامريكا ومعروف احكي لغة ويحتاج لسنيورتي دبطل يا معود اصرفها. قام انت ليش تصير غشيم؟ كنا من اجينا لامريكا اول مرة هيك اشتغلنا. اخاف انت تاخذ 95 دولار. اصلا انا اتذكر قبل 5 سنين انا كنت انطي لابو ستار 95 دولار. يا بشنو انا كنت انطي لابو ستار 95 دولار يا بشنو دا يعلمني مصلحه. بعدين انت وحدك دا تشتغل ومحمد جابرك جابرك احد اخي؟ لا ما حد بجابرني، لذلك انا ما اضغط نفسي واشتغل على قد ما ينطيني. وش مالك؟ ايش مالك؟ كل ما اقول له شو كنت راح تزودني؟ يقول لي بعدين بعدين. يا معود راحه. اي مو زيدك بعد شكلك تحكي. والله يا يعني مش سموها زياده. زيدني 5 دولارات وزيد دوامي 6 ساعات له. وبعدين لا تنسى ترى وين ما تروح تقدر تشتغل ب 95 دولار. اي انا ابيك اقول وين ما تروح تقدر تشتغل. على كل احنا شعلينا وين ما تروح تقدر تشتغل. دوني بايسو كان هاب يو يا هاي يو دوين يا ذا اونر هيز نوت هير يا هولد اون سكند واي دونت يو ليت مي تشيك وذ ذا جاي كامل. شكو هاي ام بيبسي تحت اشياء الاسبوع؟ ايه دقيقه خلي شيء انت يلا بسرعه. Hold on a second, he's checking.
نحتاج شويه بيبسي والباقي عندنا. يعني شو اقولها شو تريد؟ محتاجين 30 هاف ليتر. Give me 30 of half liter. ايه محتاجين 10 وليتر. And 10 of 1 liter. بعد محتاجين 5 وليتر. ايه هاي تكفي؟ ايه اوكي. And 5 of 2 liter. Yeah, hold on. Let me check with the guy. هبات صناديق فارغة ما تبسي تحتاج؟ ايه الريت مال هاف ليتر. كم واحد؟ سوي له بس 19 صندوق. شو 19 يعني؟ ليش مو 20؟ مو الصندوق اللي ما ياخذه. يا صندوق هذا مالت البيبسي. ايش بيه؟ البطاله مالته. ايش بيها البطاله؟ ما ياخذوها. ليش؟ كلها متروسه. يعني ايش متروسه؟ يعني مليانه. اقصد شكو بيها يا كامل؟ معبايه. ايش معبايه؟ البطاله معبايه. اي ده من عباية يعني مليانة يعني متروسة. دفهمني شو معباية شو متروسة؟ صرافر وي إلا تفضحنا. شو متروسة؟ متروسة صراصر. أشو هي كلها 24 بطل. منين إجت 2400 صرصور؟ منين أردفت؟ منين إجت؟ كل صرصور يقول لك اني ماكو غير. كل صرصور يهج. وبعدين لا تنسى اذا شافها السيلز مان والله يعطيك عليها 3 صناديق بلاش وما ياخذها. تحكي من اول مره. قول لي بيها الصراصر ايش طويتها وياها يا كامل؟ اي كمر النخ لا تسقلي لا تسقلي لا. هاي تي موت السيلز مان واو شاقل لا. هل يسر الشوط؟ ايش قمت تحكي؟ صورتك ويا ام البيبسي هاي في قلت خرفيت. اكسكيوز مي مان ذيس جاي هي مس مي اب جاست جيف مي 20 اوف شوب ثانك يو فيري ماتش. اي هو انت خليت عقل براسي؟ صار لك ساعه دا تحكي وياي وصالبني وصالب ام البيبسي على التليفون. هلا موت صندوق بي صراصر عبالك بي عقارب لو حياي. اي وبعدين قول لي هاليوم ظل مكان ما بي صراصر دخلينا. ايه هاي عندك حق بيها. كنا غير مرتاحين قبل ما يطلع هذا القانون ما ترجع للطالب من ساعة السودة. شلون كنت واني بالسيارة قاعد واشرب البطل البيبسي واشمره هناك يدهدر طباخ طاخ طباخ طاخ واشوفه تطشر القزاز مالته ويلا ارتاح. ايه عافيه لعن هم لوش طلعوا هذا القانون من وراك ورا امثالك الطيبين. يعني انت جاي تقلد علي؟ يعني انت جاي تقلد علي؟ جنابك تقدر تفهمني انت شنو فائده هذا القانون؟ يا دم شوف اذا انت عبالك ماكو فائده من ورا هذا القانون فانت غلطان وستين غلطان. ولا هذولاك السوداء مخسزية وما يفتهمون. مثل ما اكو بي ضرر بي هواية منفعة كامل. تقدر تفهمني شنو الضرر مالته وشنو المنفعة مالته؟ اي شو اللي كانوا يسوون مثلك ويشمرون البطالة من الشباك ويترسون الشوارع بالقزيز والقواطي ما قاموا يسوون هيجي. بعدين الكاستمر من دا يجيب البطالة مالته ودا يصرفها بالاستورات فالاستورات الصغيرة مثل هاي اللي احنا بيه استفادت هواية منه. وبعد لو داري احكي لك اما من ناحية اضراره فهي هالصراصر اللي انجمعت بالاستورات وهاي ابدا مو مشكلة. قابل لك اي شركة وهي تخصك منهم. دقيقة ليش تروح بعيد؟ ليش اي شركة؟ قابل لك واحد من جماعتنا غزوان سناوي اكبر صرصور يدوخ لك اياه بلحظة. ليش عبالك؟ ليش هي بس صراصر؟ اشو يجيبوها الاكياس مالتهم؟ ام عباية كتشاب برجر كينج كنتاكي فرايد تشيكن. حتى انا فد يوم فتحت تشيز ولقى ملابس داخلية. قلت هاي ما عليها ديبازيت. يا معود ببطل
علينا احنا؟ احنا شو علينا؟ قدامك دنيا بايستر كان هيلب يو هاي. لا والله بعدها ما جاي. صار اول ما يجي اقول له خابرج ممنون باي باي. هاي مايك. هاي كولي. هاي سام. هاي مينا لك بس الخوردر من تمن ولد يو. خصة وخبزي مرة كاستمر ومرة لغاوي وخخا منهم قشكة فين داود المشكلة ولو الليبل شكو عجل من الصباحيات ما اقدر اغيب من الستور ساعة الا وسط المشكلة. نطى دولار الماجد وقال له اعطيتك قبل 20. هاي الكلاوات موجودة عبالي عندك فد شي جديد. روح سوي لنا كوفي شوية فهد. شلون تريدها؟ لك ذات ما تقول ليش طلعت وياك هاي؟ صار لك 4 أشهر تشتغل في الستور هذا ويوميا تسوي لي كوفي 3-4 مرات يوميا وكل ما اقول لك سوي لي كوفي تقول لي شلون تريدها؟ قابل ده تسوي لي باكه؟ اذا نتاكد حتى نجيب لك كوفي طيب؟ اوكي اوكي روح سوي لي اياها سودا 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 مثل قلبك الاسود. ساب البيت خابر عليك. لك شكو البيت داد كل شيء ولا البيت عمري هسه طلعت من البيت. اللي بعرفني قاد اول ما يجي خلي خابرني. مصلح مال ثلاجه اجى؟ لا ما حد ما يجي بس هي قالت خلي خابر. افتهمنا قالت راح خابر راح نخابر افتهمت. إيه ليش ما اقول لك وبعدين تقول لي ليش ما قلت لي؟ بزي الله يعرف وياه من بدك تحكي. ثلاث اربع ساعه ذاك اليوم على التلفون بده يحكون على مود قطعه قماش يردون يرجعوها. لعد يردون يشترون بدله كان سووا. هاي طيلي امي جدحت وياها. هاي ما بقي لكم خبيرك بعد لا تروح من بيته. زلي قيمة ابو سعد واحمل لي بان قصه ما كبت مني خاز كبت بجاله بصري بختو. اي مو قلت لك مو وقتها هسه يعني الا هسه ما اجى عرسك الا ويا عرسي. عمري انت فلوس ما عندي هسه قلبي منين اجيب لك اني؟ اي مو عندك تلفزيون، تلفزيون عندك، كيبل عندك، اتش بي او عندك، شنو راح افتح محطه اني الا فيديو؟ عجيب واني شعلها من ابتسام وسعاد. عزيزتي ذولا عندهم فلوس يقدرون يشترون اني منين اجيب؟ يعني واذا عندي ستور لازم مال طول عندي ستور لازم يكون عندي فيديو؟ او ما يطول لي اجازه مال الفيره اذا ما عندي فيديو. الجداد انا صاير مخبل من ورا جاي تخبليني انت فكي يا اخي هسه مو وقته. مستحيل ما ممكن. ابكي للصبح. بلش ما تسوي سوي. لا ها؟ لا 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 كل شيء ولا هاي. باكر الفيديو من الصبح يمك. كل شيء ولا نام بالهول. ما تحكي وياها وقالت لك روح نام بالهول. Can I help you, man? I'm just looking, man. هاي وين صارت الكوفي كامل؟ ما تحكي ما تقول لي جبتها الكوفي. الكوفي مالتك ستالين وقلت لك بس بعدني كنت تحكي بالتليفون ويا. روح لي ورا سوي لي الاوردر مال فيجا واوردر مال ميلر شوف ايش قد عندنا. صار. مو تخبنها بدقيقة واحدة وتجي. خابر ابو الوين؟ لا ما خابر. خابر انت خلي جيب لنا شوية باين فير. اي كان اي هيلب يو مان وات ار يو لوكينج فور؟ I'm just looking, man. لك ايش تدور؟ عمري صدق اروح لك، ما تقول لي ايش تدور؟ إلى هالسنة متأكد بعد. تتأكد عيني تأكد. تأكد أبويا، كامل. خلي عينك عليه لا يطير شيء. أنت الأخ ماجد ترى هذا كأنه مو راحة. لا راغبة بعد كل شيء ماخذ لي هسه. تضرع ما ياخذ. Hello, sir. Hi. How's business? Okay, Jimmy, how you doing?
اوكي. لك داداي وين يلقوهم هيك الاشياء بالشركه؟ How is everything, Jimmy? Okay. Everything okay? Yes, ما حصلته. You got four of them coming up. Okay. كامل. هذا من يجي يريدك تشيكه ترى يطير مرات. شيك لي اياه زين لا تعوفه. صار. على هاي صحتني؟ ما يا ما توك تو ستيف بليز. هاي ستيف. اقول لك عندي هاي البط الاوردر مال واين. شكلي ان فيث وباين 20%. اثنين باثنين. ولا تنسى صنع الست بطاله قلت لي اجيب لك اياها لاست ويك. شنو يا ست بطاله داد؟ منا اللي هنا تريد تطيرها عليا؟ مو قلت لي ذاك السبوع ادش لك ست بطاله. اوه نسيت. يا قلت الاسمه وقال لك نسيت داد، ليش عمري من تجيبون البلح لما ننسى ندفع لكم؟ او يو فورغات؟ زين ابويا زين، لا تفورغات قلبي انت. مال لا. اي كان اي هيلب يو مان؟ ام ستيل ثينكينج. لك داد ايش لا تفكر عمري ده اسوي قنبله ذريه اخوان ما قنبله ذريه. ثينك ابويا ثينك بس لا تاخذ شيء. الاوردر الاسبوع ما انا ما مسوي الاوردر. Is anybody going to check you out, sir? Yeah. All right. Philly, go check him out. Bismarck, I ain't coming. سام ابو الكاندي خابر وقال ما راح يجي هاليوم ولا يجي شو اسوي له؟ قابل اعزل الستور على مود ما يجي؟ لا انا قلت اقول لك اخاف بعدين تستني تقول وين ابو الكاندي؟ ما هو دي بقت على ابو الكاندي دخلينا يا ابويا. هايت انت فورت وينكي شورت هاي انت شورت فورت وينكي لكن باقر يمور لكن بقد هاي هيا كيف بنفكر انت هاي خورت الخيله ما راح يجي يسوي ليش انت بتعرفان ليش اقول لك روح بلش انا ما لك هو ستور دوت كلكم تتهبوني كلكم علي شنو تشل علينا سام وخر وخر ما شوف لي هذا ليش يسوي خاطر شوف ليش يسوي هذا كان يرتن من هي هي كان يرتن هذا صار له ساعة هنا على مود نرجع لقوطية وحدة لعله كان يريد يستمر ايش قد كان ظل كان نام بالستور الله وكيلك شنو ما يصير مستعجل هلو هاي انت تريد ترجعها؟ طبعا محتاج 10 سنتات لك ذات قوطية مليون يريد ترجعها بعد ايش تسمع هذا؟ ولو ايش تريد ترجعها عمري؟ محتاج 10 سنتات لك انا هيك اي قويه ما شايفاني تعالي نانا شو هذا شو شنو قصدك انت؟ تعال اقف قبالي تعال قطمه بقلب قلبهم تميل ببرايا بقلبك هدو 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 هم ها ليه عجبك اللي تعال لك دخل بلاني دخل سلامي لك وين لك من البيت تتحرك الاسمه لك ايش يصير بهالولايه؟ لك ايش يصير ايش ما صدق هلو هلو والله عني احسن مراقبه تراقبون لو هيك واحد يراقب لو ما لازم تعالي هنا لا تحرك انت من قدامي تعال اسمع هاي اسمع ايش شوف ايش جاي يحكي كريسكو ما عجبك تقرب مارجرين الا بكريسكو طبعا انا اقول لك وطني منين جايبها طبعا كله كريسكو تقرب لك وين شنت لي انت هلو امي هلو لك ها شنو جاي ناوي تفتح ستور بصفي فما ادري تفتح ستور بصفي اكس بيبن اكس كل بياض وهام ها يعجبك انت بياض وهام من الصباح ده ترايك براسي مطعم ببلاش وانا تعال امري لك بس والله عمي خوش مراقبة تراقبون لو هيك واحد يراقب لو ما لازم تعال ابويا ايش وقت دخلت هالقراب دار واحنا طلاب الفرد هلو هلو كله بوستاشيو ليش لا عمري كله 99 و79 لك موكو ب 29 ليش بتاخذ 29 لك ليش شايف هذا منا بس ليش؟ وقف عقلك تعالي نا لسه قوي دي لورد
بعد عمري اشكو انا هلا هو يا با هذا الوالي اللي شربه من يتفرج على داينستي. مالك كريسمس انت يعني عمري ليش هيك عيني كامل مو تراقب ليش قلبي يعني ليش انت ماجد؟ يعني والله ولا شفته. لا عاد انا ليش مشغل عمال اعطيهم فلوس قلبي انت ليش؟ هسه انت مو يعني يا استاذ بدك تراقبه وكل الغراب اخذها وانت ما شفته. لك هو اللي يحكي ويا مرته بالتلفون بعد يشوف شيء؟ اي هاي عندك خطيه. لك داد انت ايش عندك؟ كلها كم شغله كلها تمسح لي ستور شويه وتسوي كانات ايش عندك انت؟ ما تقول ايش عندك؟ اراقب افتح عيني الستور وصخ ايش انتوا تسوون من هاي؟ من هاي ما موجود ايش انتوا تسوون؟ ايش انتوا تسوون؟ لك هاي بطك لو غراضك من هنا داد اخذ من قلبي غراضي يا عيوني. لك داد لك شكو بعد عندك عمري؟ لك والله هذا اذا ما نبشى اليوم عن مبروك تعال من اسمك تعال تعال تقدم قدامي اوقف شوف برجلك هذا مسدس ثاني يا مسدس هو هذا شكون مسدس هذا يعني هذا جيبه مفتوح تعال شيك هنا انا شكور شكون شكون رفعك شيك اسمع اسمع تعال تعال خلي كلب شديدة تعال جيبه شو جيب لكن استشنيت لك انت بالسبع حيات منين؟ انت حجم بيتك ناوي تفتح ستور بصفيقة ما تفتح ستور تعال تعال قاعدة في الزوية قاعدة في الزوية قاعدة في الزوية شلون صارك استاذ شراب مان هلو يا ذيس از دنيا باري ستور I got a little problem. بالحقيقة هي big problem, Dad. What a problem. Yeah, may I have somebody to check it, please? Yeah, the address? It's 19345 Heaven Street. Heaven, يعني جنة عيوني تدخلها بالسلامة قلبي. إيه عمري أنت؟ إيه مال لا. هسا يجي البوليس وهو يعرف شو يسوي له. يعني شو يسوي له؟ قابل يقص لك راسه؟ لا 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 ينام له جوا كم يوم والله ولا ينام ولا دقيقه حتى لا ينام جوا هيك شكول لا تمد عمه حتى لا تنام جوا طول عمرهم شوف شلون شكول صدق ماجد صدق يحكي ايش راح يسوي له يطب جوا كفاله ويطلع بعشر دقائق ويرجع يبوق من الستور مالي مره شو يسوي له عمري لا عاد استادي خلنا نبص في بسطه محترمه ونذوق البسطه العراقيه حتى لما يجي البوليس شو يسوي له خلي يسوي له احنا مجرد اخذنا حدنا من اللي قدام والله خوش فكره ولا ما يبرد قلبي هو البوليس شنو بوليس قوي بمساله وحده روح اضرب احمر ما تشوف الا طب وصار وراك منين طلع ما تعرف عبالك كان قاعد بالصندوق مال السياره مالك طب وقال لك بول اوفر وهني ما يضوجني الا لما يقول لي بول اوفر لك على ذكر البول اوفر انا بصارت بيا سالفه ما صارت تاريخ يونايتد ستيت كلها لا فالسالفة كل ما اتذكرها شنو هاي السالفة سام؟ السالفة ما تحكي لنا اياها بالله استاذي شو احكي لك هو يوم مسخم وملطم كل كان يعرف يوم كله تقابل هيك شكولات وهيك شكولات بس شو تسوي؟ شوف راح احكي لك هاي الحكاية وهاي كلها دروس وحكم تصير براسك لا تقول انت بس تشتغل هنا ب 95 دولار باوع هاي كلها دروس وما دا تشرجك عليها ولا فلس يحكي سام قبل 4 سنين ما ادري 3 سنوات بالضبط دا امشي من يم 10 مايل وساوثفيلد على ساوثفيلد قطعه مكتوبه نو ليفت ترن على ساوثفيلد هاي القطعه شويه كانت معوجه عبالي اني من عبالي من هاي للبوليس قول له عبالي ايه ايه anyway دا اقول لك اني لفت يمنا وما اشوف الا ورايا كان يقول لي بول اوفر هاد واني بليت اوفر بعدين كان يقول لي ما يسي يور درايفر لايسن بليز كانت ام الجهال غاسلته دات بالبدله مالتي كانوا ناطيني فد ورقه ما كان ناسيها بالبيت شلون تنساها يا سام نسيتها هو عمي انا ما قصر خلى الكلبشه بيدي مثل ماني حاطها بايد هذا وقبل للسجن شلون تطلع استاذي شلون تطلع
شلون تطلع؟ استاذي ما بيها رزالة وسجن، شلون تطلع؟ شلون تطلع؟ خل اخلص من البوليس وبعدين اخلص من عندك. هسه انت وياهم لو وياهم ودنا احكي لك، انت كل ساعة مقاطعني. واخذك للسجن استاذي؟ لعد وين المنهى ما جل العبرو؟ طبعا للسجن. طبيت للسجن. القي لك اربع اسلام كل كتف هالعرضة. قلت لهم هاي، واحد منهم كان يباوع عليه وكان يقول لي واي. لقدات قلت له العفو، كان يقول لي شرب شرب، ماذر فاذر، ما ادري براذر سيستر، ما ادري شنو. المهم من قال لك شرب السوحت؟ شنو؟ من قال لك شرب السوحت؟ من قال لي شراب، انا مش شراب بيت، شو اسوي يعني؟ جو شويه داخل السجن كان جو يعني هيك تقول مو يخوف، انا ما خفت، بس هم شويه كانوا ما شاء الله عليهم. شفت ابو التوينكي اليوم؟ مرتين قد ابو التوينكي كل واحد بيهم. ما تخاف. سالت واحد منهم ورا شويه، قلت له عمري انت يبين عليك خوش ولد، ما تقول لي ليش جايبك بهالسجن هنا؟ كان يقول لي كاتل ثلاثه ورد اسويهم اربعه ويباوع على رقبتي. سالت الثاني، قلت له عمري انت ليش؟ كان عازم زوجته وحماته الرنسن سنر، وشويه مفتوث هو وزوجته، شيل حماتك وذبها من فوق رنسن كندا سنر، عبرها كندا. سالت الثالث، قلت له داد انت ليش هنا؟ عند معرض مال السيارات ما مسجل بالتاكس مال بوقه كله. سالت الرابع مسوي هولد اب، ورا شوي التفتوا علي قالوا لي انت شو مسوي؟ خلينا نسق مكاني، شو اقول ماني لايسن ما عندي؟ قلت هالسين يموني بالنص وين ما يوجعك حد. من خوفي والله من خوفي قلصت، قلت لهم ام ذا وان هي شات ذا بريزنت اوف يونايتد ستيتس. لا دوي شيء ما يصير. I got four bars, man. Still in. كامل. قرصلي خسر قرصلي. Hey, man. What the hell are you doing, man? قال انت غشيم. قلت لك قرصلي يعني بوقة. هاي ايش فيك انت يا كامل؟ اللي بوقة بعشق قرصلي. يعني اللي انت بتقول قرصلي. يعني الا احكي عربي الفصيح. تمام. وان. تو. Aha, that's me. Hey man, I got four, man. Hey man, you have three. No man, I got four, man. From where you got four? I come to a home, man. I got four. That's one, three, lock of three. Oh man, maybe I fall down at home. I'll be back. تعال تعال. ماشي يا قوي يا تعال. هاي أربعة. Oh, thank you, man. Yeah, see now, I start to get back. Cool. Cool. Hey, mo, get that cool guy. Sweat. يا معود هسه هو خلق دي شوف ديري تشتري له باكيت لو بشي والله ما تطول بس شيل الطماطم ماله وخليه لي ورا لا تبوق من عنده وعند اربع قال شو تبوق من عنده هاي هسه بدك تقولها مو اليوم بسخن من وقت من هناك ما انت شويه تشتغلون ليش هيك الستور وسخ داد حللوا يوميتكم شويه امسحك لا توقف ما اريدك توقف اريدك تشتغل 24 ساعه حتى لو ما عندك شغل تشتغل ان شاء الله انت تسوي شغل صار استاذي صار 75 دولار ده اعطيك الاسبوع كله وين تلقيها؟ اكل سوية لا توقف لا توقف تحرك تحرك بس واحد يكنس عفوني كلهم عبالك انا شغال مال ستور مالتهم ما كان يبدأ أسوي ديل ويا هذا اليوم. شو شو كديل؟ أريد لك تقول له هاي الغراض كلها أعطي لي إياها هسه. والبوليس ما أسلمه. وخليه يجي يتسوق يومية من عندي لمدة أسبوع بعشرين دولار مجانا. لك داد بس أريد أعرف شلون أخذ هاي الغراض وإحنا ثلاثة بالراتب. لك لعد لو ما كانك واحد راتب يمكن كان شاري الواقف كله وطلع وما حد ما حد لا تسوي ديل وياه ولا هم يحزنون، هسه يجي البوليس ياخذه يخلصك منه. لا تخدن كتله ولا ابد ما يبرد قلبي داد. تعال ايش فيه هنا؟ دخلت كلمه جوه عنده مال بيسبول يمنيات ايش ما تلقي القي روحك خليه بالمحرقه مالت البيسمنت. على سبب خليه كيف هيك؟ What is your name? Somebody called me a thief over here. You are a police? Supposed to be. Man, everything was okay, but not anymore. Anyway, take that thief with you, man. Take him with you. Come on, let's go.
راقبه لا يبوك شيء. ام كلبش مع الشرق مو علي على البوليس. هي بقت علي وين مدى التفت دينهوني. لك دادو هذا البوليس جايب لنا اياه. شيل الغراب من هون. هاي دور مام. انا. انا بدور على شغل مش عايزين حد يشتغل عندكم. هاي انت مصري؟ والله يا عبالي من الاول. لا انا من مصر. ايه بيها الخير ما شاء الله كل بكا صار. حضرتك تدور على شغل؟ من غير شغل وليها سنتين وانت عارف. سنتين ليه شغل؟ سنتين بحل. سود علي. ليش باقي بلا يا احمد؟ بمزاجي يعني؟ حظي يا اخي حظي اسود، منين ما اروح في كل حته يقفلوا المكان ويقولوا لي وشك وحش، انا وشي وحش يا انت تعرف تحكي انجليزي؟ اقصقص. تقصقص شنو يا اخي؟ اقصقص يا اخي، انت برضه تقصقص؟ عندنا محل مادك ما شافني لا نقصقص. لا يعني بفهم حاجات وحاجات تانيه بطنشها. زين انت مشتغل بالاستورات قبل؟ مش شغل قبل كده. عند من كنت تشتغل؟ عند ناس ما تعرفهمش. ولوش بطلت؟ هيرجع تاني يقول لي لوش بطلت. اقول لك حظي وحش، حظي نحس. حظي اسود، باعوا الاستور وبقيت انا صايح من غير شغل. زين، انت تعرف تشتغل على الجروسري؟ اعرف شوية. شوية ها؟ شوية يعني. يعني ما تعرف كل شيء؟ لا يا اخي اعرف حاجة، يعني احط حاجات هنا وحاجات هناك وخلاص. يعني ايش قد تعرف؟ كم قوطية؟ قوطية مين وكلام فارغ مين؟ اعرف حاجات كتير كتير اكتر مما تتصور. زين، انت ايش قد تريد بالساعة؟ لو قلت لك 4 دولارات كتير عليك؟ لا لا مش كتير. والله لو تطلع نخلط راسك ما تحصل على 4 دولارات. فور ما شافي. اقول انت عندك سياره؟ عندي عربيه، عربيه 3 عجلات. ماركه اللي يحب النبي يزق. زين لعب زين، روح احشي ويا ذاك الولد، انا عامل هنا اشتغل. ها؟ انا عامل هنا اشتغل، احشي ويا ذاك الولد. ولما انت بس حته عامل بتشتغل هنا ليك ساعتين وجع في دماغي وتقول لي بتعرف على الجروسري وعندك عربية وحاجات كده والبتاع وتطلع انك انت مش صاحب للسور؟ اما صاحب للسور هيسألني ايه؟ ها؟ رد علي صاحب السور. روح احكي ويا ذاك الولد. كدتني له باللي مشغلينك. افتح لي محضر تحقيق. مرحبا يا اخي. اخي. اخي هو احنا مش كلنا اخوات برضه ولا ايه؟ والله هي ما قامت ضايعه. على كل اللي احنا شعلينا اهلا وسهلا. امار خدمه. صدقني انا بدور على شغل. وقبل ما تسالني انا ليا 4 سنين في امريكا وعندي عربيه ب3 عجلات وبعرف اتكلم انجليزي وبعرف على الجروسري شويه. عايز تعرف حاجه تانية؟ زين قول لي انت متزوج يا عزيز؟ لا لا يا حبيبي انت فهمتني غلط. انا بس بدور على شغلانه اكل منها عيش، مش واحده اتجوزها وتسبب لي مشاكل. وبعدين ايه دخل الجواز والكلام الفارغ في الشغلانه بتاعتنا دي؟ لا 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 دخل ونص. حكيم شوف المتزوج عنده مشاكل اكثر من ما متزوج، والما متزوج مشاكله تكون اقل بهوايه. المتزوج يوم متعارك ويا مرته وجاي للشغل متنك، يوم مرته باسطته. طيب طيب انت تحكي لي قصه حياتك. مش متجوز ولو اني كنت عايز اتجوز. عايز تعرف حاجه ثانيه؟ زين قول لي انت ايش قد عمرك؟ عمري 17 سنه. يا حرام بس انت صغير؟ والله صغير. زين قول لي انت كم يوم تشتغل بالاسبوع؟ يا عم انا موريش حاجه، انا بدور على شغلانه. عايزني اشتغل 8 ايام اشتغل 8 ايام. بس الاسبوع بس 7 ايام. يا حبيبي ما انا عارف، انا بس بقول مثلا يعني مثلا. انت ليش ما تروح تحكي يوم الاسدار؟ ما احسن لك؟ هو انت كمان مش ابو نصر؟ لا انا مو ابو نصر. ايه هو ايه اللي بيجرى هنا؟ كلكم عليا ولا ايه؟
اروح احكي مع الواد ده يعمل لي هو البتاع وانا وهو ابو الصور واحترمه ويطلع ان هو مش ابو الصور وانت التاني تطلع مش ابو الصور. اللي بيحصل ده انا هحكي مع الرئيس انا ما ابو الصور. يا واحد صاحب الصور انتوا مخبينه فين؟ انت اللي هو صار عصبي. شكو شنو القصه؟ استاذي هذا اللي يدور على شغل. ما لقيت غير الاسود تجيب لي اياه تدور على شغل؟ لا استاذي هذا مو اسود، هذا هو هيك شكله، هذا من مصر. منين؟ من مصر. انت مصري انت؟ انت مالك يا غلس؟ تيجي تحكي معايا ساعتين وتطلع انك انت مش صاحب للستور يا راجل، روح خليني اشوف شغلي بلاش كلام فاضي. اي انا صاحب للستور، اي خدمات يا بيه؟ رحنا في داهيه. اهلا يا سعاده البتاع، حضرتك مصري برضو ولا ايه؟ لا مش مصري بس بقيته كتير وقمنا نعرف نحكي لغاتكم وكل حاجه يا بيه. ما تفيوها حته، ما تيجي لي انت هنا عايز ايه؟ ما تقول لي عايز ايه؟ صدقني انا بدور على شغل، عايز تشغلني عندك؟ فين؟ في الستور ده؟ يعني لو ممكن. مع الاثنين دول كامل وماجد؟ ولو انهم وجعوا دماغي، لكن لو ما عندكش مانع عايز تشتغل معاهم كامل وماجد؟ يعني يا خرابي على اللي هيجرالي يا خرابي. بيا ليه هو ايه اللي هيجرى؟ انا ما عملتش حاجه. انت هتصيع يا ابني لو تشتغل معاهم. دول ما تقدر تشتغلش معاهم، انت مجنون. انت جاي تشتغل مع ده انا نفسي ما اقدرش اشتغل معاه، هتشتغل معاه انت ازاي؟ قصدك ايه يعني؟ انا اشوف لو انك تسيب نمره تليفونك، انا لو كنت عايز حد هتقفل لك على طول. سمعتها قبل كده. انت سيب نمرة تليفونك وخلاص، سيبها. تليفون انا؟ تليفونك انت. طيب اسيب نمرة تليفوني ولو انا ما عنديش تليفون، لكن يلا مع السلامة يا باشا. مع السلامة يا جبنة. ابقى سلم على سيار زكي وانت رايح يا بيه. يوصل يا باشا. يا استاذي احنا جعنا. شو اسوي لك يعني جعت؟ جعنا شنو بدنا نشتغل بدنا نفتح ونعزل. يلا تاكسات راح يزيدوها والرواتب كلها والبلات والكل بيمنات كلها بدها تسقط والعيشه بدها تصير صعبه يوم ورا يوم. تعال تحكي سام بس الاسبوعيه مالتي ما جايه تصعد. راح تجي البيمنات، تعال ادفع راس الشهر بيمنات وما تلحق. قول لك ابو الستور مرتاح. 20% 40% 70% percent. بعد احنا جعنا ما سوينا اكل شويه؟ شنو ما جايب اكل من البيت؟ لا ما جايب، افتح لنا فد ربع قطيه لحم شويه، امين قطيه يعني بدنا ناكل شويه بلا زحمه. شويه زيتون. هذا كات فود، بقول لك فد قطيه لحم، ايش راح توكلني كات فود؟ لا هذا عدلس. روح سوي لي اكل هسه. استاذ ام البيبسي خابرت وسوينا اوردر. ام البيبسي خابرت وسويت اوردر. مو مشكله. وين صارت هاي الصناديق اللي كنت جايبها امبارح؟ ما اعرف يا صناديق. صناديق مال جروسري مال شاركر. اخاف كامل خلاها على الشرب اوريدي. وين الصناديق اللي كانت هنا؟ هاي سندويتش. لك هو هذا السندويتش هذا؟ اشكرك كامل. شو رايك ام الكوكا قالت خابرت؟ وش ما اي صدق تذكرت، قالت اكو جيم جديد بالسيفونات، يا اللي جمع له 10,000 سيفونه ياخذ كلر تي في. يا اللي جمع 10,000 سيفونه ياخذ كلر تي في؟ ايه يعني هاي مثل مال فيجو، فد وقت سووها الفيجو مو؟ اي قبل 3-4 اشهر هيجي. انت مجمع 10,000 سيفونه؟ اي قبل 4-5 اشهر. واخذت كلر تي في؟ ايه. والله عفوا عليك، شلون قدرت تدبرها؟ هذا غير خلق، هذا تجمع 10,000 سيفونه هنا هناك. هاي بيت جورج ابو سعد رايح لي ورا يفتح البطاله ويشبشبها كلها. ايه انا مدي اجمع 10,000 سيفونه. اي والله عرس علي. وانت جمعت 10,000 سيفونه؟ رداد انت تنسري ما بدا. وين كان يروح بارمر جاك ولا اي ام بي؟ لك يا بارمر جاك يا اي ام بي، اقول انا البيبسي ليش كان يمشي عندي بهذا الوقت؟ طبعا اذا كامل يجمع 10,000 سيفونه ذا البيبسي. انت سويت اوردر اليوم؟ اي سويت 30 كيس. ليش عمري 30 كيس؟ كل اسبوع نسوي 20، طالع جيم جديد نسوي لي 30 كيس؟ استاذي خشي ما عندنا معود. كنسل الاوردر، خابرها كنسل الاوردر. كنسل، انا اروح للهوفسه اليوميه اجيب صندوقين وياي واجي. هاي شو يسموها؟
يوميا واحد جيب لنا صندوق يا انت ما عليك كامل انا ومن السوري هنا افتهمت؟ ما سوي انا يعني مسؤول مو متكز واحد جيب لي 10,000 سيفون مال من لبزناتك يعني ولا روح لك الله يعرف شو يصير من اكون من السوري موجود لا استاذي ما اتصور كامل يسوي هيجي يسوي هيجي ما يسوي هيجي دا اقول لك داد لا تجمع عمري تريد كلر تي في انا اشتري لك كلر تي في عمري بس لا تجمع الخاطر الله داد لك داد 10,000 يروح لي ورا يجب يروح لي ورا يجب بمسك اليد لك ايش ده يصير هنا داد شيل الاكل مالي شيل الاكل زقنا مو طلع هذا الاكل جلس شيل الاكل انا حكيت كلمه هاي سام Hello, Steve. How you doing? Alright, how are you? Doing alright? You look nice, man. How always, bro? You always, huh? How are you? I'm fine, how are you? Pretty good. Shred the channel and the good order. Hey, that's it, Mr. Kyle. Sawina, the client. Sawina Marlboro, 10 Marlboro. Marlboro. One Marlboro box. Oh, study Marlboro Light, Mr. Kyle. No, study Marlboro Light. 2 Marlboro Light. 7 Marlboro Light. بعد سام؟ واحد ماربرو باكس واحد ماربرو باكس شو بدي ارد لك سام؟ ردت اخلي لك فد ديسبريت ماجيكار ماربرو هنا وين؟ هنا لا استاذي خلي هناك احسن ما يخاف خليه عندنا بعدين نشيله اي مو بالك عليه فلوس ده ولا خلي هناك اي ون بمارخ من ببالك مو ده من ببالك امر مخلد اوكي بس عيني ليش لما نتبارط مرمت قال لك مرمت الدهر فمت برط عيني ميلاي هاي شنو هاي تكل داني والله ما اعرف حبالي امريكي داد والله ولا مبين عليك حبالي هاي شنو تكل داني لا انا مو امريكي عيني انا كل داني بس أنا أشكرك هواية على الكلام اللي قلته دشتمونا بالكلداني السر عصبي يا شبيك تعال جيب له بيبسي كامل تعال جيب له بيبسي تعال عندي واحد مفتوح جيبه تعال جيب له بيبسي داداش السر عصبي أنت شبيك يا عيني شوف معاني همين يدفعوا لي فلوس على شغلي تقبل أنت أني أخسر شغلي لا شو تخسر شغلك وعيونك إذا خسرت شغلك أني شغلك يا مني شبيك تسلي يعطيك $95 اتفتحوا العسل الأسبوع شنو انت شو ده وايد تدمدم على الاسبوعيه مالتك شنو ما عاجبك الوضع هنا لا بس ده افهمه اللي يروح يبطل من صدوق وتعال عمي شايلني وانت شعلك انت قابل ابو الستور انت لا اقول لك قد راح ياخذ $95 عجيب انت شعلك اخي الله هسه تعبت ليش تحكي يلا استاذ دي مرخي شيل بشقه يمك وانت لو جدت بشقه يمي لا خاي ما له خاي امير ببراي اخذ ابو الستور هاي شنو بشقه يمك خالي قد كان شقه وياي لك هاي ابو الستور ابو الستور هسه ايش قد السام؟ راح تخليه هنا لا طنط اللي لما نتفلطن لا عمري راح نخلينا هو كل يوم اسود مسخم ملطم من نص ابو علي هسه هي بقت عليك راح نخليه هنا واحنا الممنونين اشكرك لك حتى السيلز من طلع كذا والله وجه امريكي هذا اللي يقولون عليه خشت انجليزي ولا يبين داد ولا يبين سام قد تجيبوا له بارد وما حد جاب لي بارد جيب له بيبسي هيك شيء ما ينسى تعال كامل انا اجيب له هيك شيء ما ينسى هيك شيء ما ينسى اشكرك سام تفضل تريد شيء بعد عمري ستيف جيبها قلبي انت هنا جيبها عزيزي صحة شوي انسى الباب من هناك اذا تريد تروح يمال الله سام لك داد حتى انت تطلع كل داني وانا معلوم لك شلون يا مستخدم ولا داد سام اشعل شويه راديو ليش الراديو شنو؟ يا يوم شو بداني عندي راديو بالستور مالتي. يعني شكو بيها كل الستورات يفتحون راديوات حرام نولش شوية؟ كل الستورات يفتحون بس أنا ما أفتح راديو. أنا كل شيء دخل بعقلي بس الأغاني الأمريكية ما دخلت بعقلي. عربية تحبها أبو سامي؟ عربية أحبها إي. بس الأغاني الأمريكية كل شيء ما تفتهم غير طوب طاب طيب طاب طاب وأضوية وفلاشات وغير شيء ما تفتهم. الله وكيلك ومحمد ترقص على وحدة وين عندهم على وحدة ونص كلها على ثلاث أربع هناك رد اسمه يعني ما خشت بعقلك ولا أغنية؟ لا عجبتني فد أغنية إيه هاي زينة يا أغنية استاني إيج فد أغنية أيام زمان كنت الشاب يعني حلوة هيجي أغنية كلمات رقيقة كلمات هادئة فد نغم هيجي فد سيمفونية حزينة هيجي
شلون اغنيه دائما اتذكرها الله؟ ظليت احفظ بيها احفظ بيها، اغنيها بالبيت اغنيها بالشارع اغنيها يم الناس، قمت وين ما اروح اغنيها، بس فتشي كان يزعجني بيها من كنت اغنيها. شنو هذا الشيء سامي؟ كنت كل ما اغنيها يسمعني واحد يضحك علي. هاي لازم كان صوتك مو حلو يا خوان. لا لا لا، صوتي احلى من عندك كامل، صوتي احلى من عندك. لا شنو هذا الشيء سام؟ ذات فد يوم طبيت للبيت لقيت ابني الصغير عمره 6 سنين دا يغنيها. انا استغربت، قلت هذا عمره 6 سنين قابل دا يحد مثلي؟ ما معقوله. وديت الغرفه جبت له كاندي شويه، قلت له مارتن هاي الاغنيه منين تعرفها؟ قال لي بالله عليك طلعت على المومياء بالمدرسه مال اي بي سي دي مال شنو؟ ياي الاغنيه مالته كلها يقولون اي بي سي دي اي اف جي H I J K L M N. انتوا بس تكون راقصه بس ترقصون اغنيه هاي صار لك ساعه تحكي فيها وحافظها و... عبالي اغنيه عاطفيه، ومن يومها تعقدت من الاغاني الامريكيه كلها. عقدت من يومها شكو اغنيه امريكيه انا حفظتها بس ما كنت اعرف كلماتها. تدري كنت شويه احكي انجليزي ما كنت هوايه، عاد هسه عاد اناني يعني على اساس بروفيسور. anyway احنا شو علينا؟ اعطيني شويه ام ان ام فلوس يعني ابو الستور. وش ادفع لي؟ لا ما ادفع عليه. يعني صار له فد تعال كامل واحد عرفت؟ قلت لك جيب لي اوردر مال فيجو والميلر. جبته؟ ذاك هو هناك خاله. تعال تقول لي ذاك هو الاوردر؟ قلت لك صار ساعتين انا خاله هناك. استاذ حشي شوي هاي الوساخه منك. هسه اجت لي شطارته؟ ما خشي الا هو. من اكون موجود اني ما حد ما يشتغل، من اكون ما موجود ما حد ما يشتغل، من اكون موجود تشتغلون. والله استاذي وراك وقدامك مش هلا عشية متى بعشقوا؟ شوف هالكافي بقية احنا نشيلها. يا الله معاش داد ابو عادل شو احكي لك؟ وعيونك وعيوني ومعستك عندي بعد هذا الهولدب اللي شفته بالستور هاليوم فلا يعجبني اباوع على الستور نهائيا، والدنيا كلها طلعت من عيني. لا تدير بال عمري صبري، هاي نسميها ضريبه مالت العمل محسوبه علينا من نشتري الستورات. لك داد مود ندفع تاكسات بعد هاي الضريبه منين جابوا لنا اياها؟ احنا هيجي ضريبه لا سامعين بيها ولا ارد اسمع بيها. الله كتب لك عمر جديد، لازم تحمد ربك والشكر. هم زين ما تحركت بتحرك منا كان هسه ايه، بس الله ستر وما تحركت. لك هو منو كان بيحيل يتحرك؟ تمثال ومنحوت ودعتك. هو قال فريز واني تفرزنت من واحد. عشرة لو كانوا يحركوني ما كانت حركت. اصلا انا ابو عادل ايش قد شايف افلام تراوي لك شلون تتخلص من واحد شايل عليك مسدس، بس ودعتك بعد هذا المسدس اللي شفته شكو افلام شايفها كلها تبخرت من راسي. ما كنت اشوف غير شيء واحد قدامي، شيء ذاك وواضح ومبين. شنو هذا الشيء شفته سام؟ ازرائيل داد عيوني انت. إسرائيلي باو عليه يقول لي أمور خدمة تجيك نجينا. وانت رحت لسام؟ منو تخسب وعادل؟ قلت له لابو المسدس عمري انت، هذا الستور ستورك وخذ راحتك وفتش على كيفك، وتدخل مال يوم كليته ما لازم. وسويت انت بعدين؟ سويت عمري انت أباو على ماجد شو اشوف لك؟ العرق يكوت من عنده ووجهه الالوان المطاها ولا احزرها، اشي اصفر وشو احمر واخضر. ما تحزن عبالك رينبو داد. ومايات مايات تكت من فوق لي جوا، بس منين تجي هالمايات ما داعي اخافها.
السيلن مالكم سام؟ لا ابو عادل من البنطلون كانت تجي بس ما اعرف منين تجي. احكي له احكي له احكي له لما ودونا بالثلاجه. اسكت يا معود. شنو كان يعرفون قلبكم حار وودوكم للثلاجه يبردون قلبكم؟ انت قول قبل الثلاجه ابو عادل هذا كامل ودعتي ودعتك هذا حجه من الله مغمي عليه. عبالك لازقي بكريزي بلوشان ولا يتحرك من مكانه. وهاي الثلاجه اصلا اني كم مره تتصور اخشها للثلاجه يوميا؟ 10 مرات باليوم. تمام لمو تمام؟ تمام. بس ما امري كله ما خطر ببالي انه اخش انام بالثلاجه. ونمت بها؟ والله من كبيرنا الصغيرنا بالتسلسل. ثلاثتنا ودعتي ودعتك. بعدين قالوا لنا ديروا بالكم واحد يتحرك من مكانه، بس كذب كلها دعايه، كل احد ما كان عنده حيل يتحرك. ابا اقول لك على كامل عيوني ذاك منيمه ومخلي الرشاشه عليه هيجي وكاتم لك نفسه من الله يكتم نفسه ان شاء الله. ابا على كامل عمري انت وجهه ولا يبين، لو تخليه بين قوشر مال نومي حامض يبين عبالك قريب فروت. اصفر اصفر داد اصفر. خبلونا ابو عادل خبلونا. وقبل ما يرحون استحت على واحد منهم قلت له ايمن حسابك بعد ما خلص. شنو كان عنده حساب يمك سام؟ ابو عادل كان عندي $50 بجيبي ما كان شايفه. قلت له داد انا ليش اغشك؟ هاي $50 مالتك همين اخذه. ايش قصر ممنون من عندي وشال $5 وطالياها مكافاه على امانتي. $5؟ $5 ابو عادل. قال لي روح العب بيها ديالي بل كنت طعيفن. ولعبت بيها ديالي سلام؟ اصير سخيف ابو عادل، شو لعبت ديالي عمري انت؟ دادا انا قلت لابويا بس اطلع وروح منا، روح لتراوي لي وتشك. وسويت بعدين؟ سويت؟ ورا ما طلع وجيت قاعد الكامل قال لي عوفني هالسناي ماني ما اقدر اقوم. ماجد اجى اخوه اخذه وراح، قال فساعتين يريد يرتاح. حقه؟ وطلعوا يعني من الستور وراحوا وراحوا؟ طلعوا وراحوا والعشاء ينتظروك على ما تجي. سووا الواجب وراحوا ابو عادل. بعدين خابرت الشرطه. تدري كالعاده تخابره الساعه 4 على الشرطه يجي بال7:30. خابرته بال5 جاي بال6:10 ابو عادل. وش قالوا لك الشرطه؟ لا لا هو سؤالين. What time they coming? What time they left? وش قلت له انت؟ قلت له جوي الساعة 5 وما ادري ساعه بيش طلعوا. وليش ما تعرف ساعه بيش طلعوا سام؟ ابو عادل ايش بيك انت ابو عادل؟ انا قاعد احكي لك يا حكي، كنت اتمناك انت تكون موجود بذاك الوقت. لك عمري اباوع على ابو المسدس ايده دا ترجف هيجي، دا ترجف وما اعرف الطلقه ايش وقت تطلع من عنده وتضربنا وتنهيها حياتنا وتخلصنا من حياه كلها كفاح بكفاح شقاء تعب برساله بكثافه. دخلينا ابو عادل وتالي متالي تروح تموت من ورا واحد كاله ما يسوى له الطلقه سعرها 2 سنت. تطلع الصبح تقول لها لمه جارل سي يو تونايت وما تعرف تشوفها لو ما تشوفها. دخليني ابو عادل عمري انت يا معود ما تقول ليش احنا قاضيه هنا. قال فلان وحكت فلتان وقالت فلانه وحكت فلتانه واخوك كان دا يموت ابو عادل. السلام خابره صديقك مال حمامه من ما كنت تدير يا عمري ما كنت تدير بال. بس ما خابرته ولا حصلت ولا اي واحد ابو عادل. ابو عادل باكر من الصباحيات ودعتك الدنيا ما تسوى. شكو واحد مزعله ومخلي خاطره اروح اصالحهم كلتهم. ودعتك كامل انت باكر زيدك $10. يا معود تش دعوه غلط نفسك ومزيدني $10. لا تفضل ابو عادل. لك انت كلتهم علي انت هم ما تجي هالمره لك السالفه ابو عادل اقول لك المره انت من علي اول. لك ما تستحي هذا مسوي لي زيدك $10 سام اول. لك كافي شويه كبيره خليكم. قال لك احنا جاي يصير عصبي براسي يا معود. لك فين عصبي براسك يعني شنو؟ بعد انت من هالوضع بتشوفه انت؟ مره ما خليك دقيقه بالستور. طول بالك سام طول بالك طول بالك. وهسه قلت بعد ما اخلي خاطر احد والدنيا ما تسوى يا عيني يا سام. شنو تدير بال على الشات هاي يا عيني؟ ايش ما ادريني واحد بسرعه ينفعل دشوفه. ما تقول لي مين الله جابك عليه تروح ليه غادي خليه بعصبيته. هو عصبي يا معود. هو كل يوم كان اسود ومسخر من الصباحيات. ما تقول لي ايش قد بالشهر اليوم؟ اليوم فرايداي 13. هذا يوم اكشن سام. طبعا ابلك عندي موفي انا هنا فرايداي 13 اليوم. دا اقول لي شي يوم كسح ويوم كاسح واسود مثل وجه الهلال الكامل.
هذا غير يوم معكوسيات، بس مثل هذا اليوم انا ما شايف ابد. مره هوض مره اسكتوا، خلي ابو عادل من الصباحيات رجاله من فوق كله على مود ستور، كله على مود عندك ستور يا معود. ليش هو شنو الباري ستور اللي يسوي له ثلاثه لو اربعه بالاسبوع؟ ما تقول له اصلا هذا كل ربح ما بيه نهائيا، لو ربحه جدا ضيق ومحدود. ويمكن العامل اللي ياخذ له 350 لو 300 بالاسبوع مرتاح احسن منه. طبعا ليش الغاية مالتك قليلة؟ ايش ما ادريني ساعات اللي يخليها ايجاره تلفونه بوك كيبر شوب ليفتر جامع انكسره ثلاجه تعطلت بالليل وخافوك وقالوا لك الارم دق ولازم تقوم من النوم وتروح للستور ما تعرف ترجع وجاك الذيب وجاك الواوي وغيره خلينا يا معود. بس هاي منو حازك استادي؟ يا معود منو حازك؟ هذا قدر، من اللي يصير يصير ودعتك. بس ليش ورا يا عمري داد لاحقني النحس؟ يوم هولدر ويوم باقوا بيتي. باقوا بيتك؟ هاي شو وقت باقوا بيتك سام؟ امي لاي لك كذبت لحد ابو عادل؟ لا ما شو ما قلت لك كذبت لحد ابو عادل؟ لك كذبت لون شمية ميك اب شمن؟ حظي بكل شيء اسود بس بالرقي ابيض. ما سمعت ابو عادل؟ باقوا بيتي قبل ما يبوقون سيارتي بيومين باقوا بيتي. وسيارتك هم باقوا ها؟ بيتي باقوا، سيارتي باقوا. هاي بيتك باقوا، سيارتك باقوا ها، فلوس ستورك اخذوها. بس لا اخذت يوم يبوقوك انت همينا ويبوقوها. ما حكينا الغازق ما حكي. عبالك مسوي قنطرات وياك والله. شو تسوي؟ حظ ماكو، حظ ماكو. ليش يا ما حكينا؟ ما حكينا الغازق ما حكي، دقي مقلب البيت الغازق ما حكي عيني ما حكي. ابو عادل قبل ثلاث شهور طلعت من الستور قلت خل اروح انام في ساعتين بالبيت كنت سهران بالليل ام الجهال مالت الخطار ورايحه. رحت للبيت شو القي لك؟ القي لك ترك مفرق قدام الباب مالتي وغراضته ينزلوها من بيتي ودخلوها بالترك. انا سفنت قلت قابل ده نتحول واني معروف. اجيت على ابو الترك قلت له عمري ما تقول لي ايش تسوي تنزل هالهاي الغراض من هالبيت وتخليها بالترك؟ كان يقول لي تلعمة ما تعرف ده نتحول؟ قلت له داد صدقه اروح لك، ليش تتحول بغراض بيتي غير تتحول بغراض بيتك؟ تمام بيها شي حكايه يا ابو عادل؟ والله حكايتك صحيحه. لا تتحول انت، ليش تتحول بغراض بيتي؟ شو هذا؟ واحد كان يباوع علي هيجي ويسحب المسدس ويخليه هنا إيه، قال لي غراض بيتي حلو غراض بيتك، خلي نفسك بمكاني، شو تقول له؟ والمسدس على راسي؟ مثل ما سووها بينا اليوم ابو عادل. والله ما اقول له غراض غراضك والبيت بيتك وانت تدافع بيمناتها واسكت. تمام لا مو تمام ابو عادل؟ تمام حظي تمام. تروح تتعاند وياه ولا تقول له هاي مالتي وهو يقول لك هاي مالتي تتباصر لا 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 مدي صوره. انا انسان مسالم ابو عادل، قلت الغراض مالتك وانت دافع بيمناتها وانت دافع بالله. خابرت البوليس نطيت اوصاف التراك ونطيت اوصاف هذا الشخص قال لي دليل مالتي ما عندك. شنو؟ ما حد شاف الحادث سام؟ ما حد ما شاف الحادث بالطرف كله ابو عادل، كلهم سالتهم قالوا لي كنا بالعرس. انا ما شايف عرس يوم الاثنين. ولما سالت ثاني يوم طلع لا اكو عرس ولا تشوبيه ولا دبجه. العرس كان ببيتي ابو عادل. والدبجه كانت ببيتي وغراض تصعد وتنزل من بيتي وانا اللي انهجم بيتي. خلينا ابو عادل يعني ما اقدر تجيب لهم اثبات يعني ما حد شاف الحادث شلون يصير؟ الحادث مو ما حد شافه نهائيا، شافوه اثنين الحادث. منو شاف هذا؟ اثنين بس شافوا الحادث. من هم هذول يا عيني من هم؟ الله واني ابو عادل. واني شهادتي ما مقبوله بالمحكمه ورب العالمين خو ما ينزل يعب شغله ويجي يشدني. راحت الغراض وراحت لك فدوى ابو عادل. راحت لك ها؟ راحت. هاي سام تفضل ابو عادل. تفضل على بالك مضروب 100 كفخه على راسه. تفضل. وين كامل؟ ها وين كنت كامل؟ والله كنت بالبيت شويه بطني قامت توجعني. هذا مو اسمه ماجد. اقعد اقعد على سطح اقعد ماجد. هذا ماجد لو كامل. ماجد ذاك كامل ابو عادل. اقعد على سطح. اقعد على سطح ابو عادل. هذا اشوفه زين. دعتك الغراض راحت ابو عادل. والبوليس قال لي اثبات ما عندك، بس منو؟ مرلوخ وعيوني وعيونك ابو عادل.
اكتب لك اعلان براس الشارع الكبرى، ارجو التفضل بحضور حفلة البوغة التي ستقام في بيتي في الساعة كذا من التاريخ كذا، وذلك لكي تكونوا كشاهدي إثبات، وبحضوركم تتم البوغة فرحا وسرورا. ملاحظة، ممنوع استصحاب الأطفال، ليصير بها جيلات ورصاص. ودعتك أبو عادل، شرطة شو تسوي لك؟ كل شيء ما تقدر تسوي لك، الله وكيلك ومحمد كفيلك. يا معلم حقك، حقك ودعتك حقك. الدنيا ايش صارت؟ شرحون يقتلون بالغراض مالتي؟ ايش هم؟ هو ضرب ريكن وسقط من صبه وطلع براءه. هالمره يجي لك على مود الغراض ما تسوى فلسين اللي بخلينا ابو عادل. لا بلا شيء لك على مود الغراض. وبوليسي هنا لو فرهود. ماكو. منو بالتليفون؟ هاي بيت ساي. بيت شتري لقداد لحقتني وراي وراي. تعرف عندنا ولد ولا ما تعرف؟ وين ابو عادل؟ انا دا اروح والله اترخص. ليش عمري؟ عندي شويه شغل. دا اروح للبنك شويه. انا اشكرك ابو عادل كلش. والله حقه قطشر ملبس وشوكليت على راسكم. اخذوه ابو عادل من سوانا هولدر. تدري هم ما راح يطشون فوق راسهم الحمد لله على سلامتهم. ايش عبوا لك لعل ابو عادل؟ والله لو بدي اروح يم يرد اجيب لك ملبس وشوكليت قطشر على راسك. ابو عادل بس اريد فد خدمه من عندك. عمري لا تقول لهم سوانا هولدر، تدري ارد ابيع على ستور وهذا. لا يا بلها انا شلون اقول حساير الناس. اشكرك ابو عادل. بس ودعتك هسه التليفونات مشتغله. سلامكم مودي الهولدر. ابو عادل انت بس لا تقولهم وما عليك من البقيه، خلي يقولون لهم. شلون اقول لهم انا؟ بلا قطمه بقري وبلا قطمه بقري، لا تقول لي كل شيء. اي هولدر بسوونا. ليش قال لا مندي؟ ايش قال لا 400 دولار؟ يا بس لا مرة تلبنا ايمون 1000 تريل في هاي. ايه حتى تنشون زوي. ومو تروحين للناس تقولي لهم سوونا هولدر. لا. بخور ايش؟ لا تسوي لي بخور ولا تصلي لي ولا كل شيء. الحمد لله على السلامة كلنا زينين، كامل زين، ماجد زين، أبو عباس تخرج من الجيش ومفليح حتى من الكلام. شنو؟ الجداد يا فيديو أنا هسه كيف مسوي لي هولدر بالستور تسوي لي هولدر بالتيمينة؟ كل فرق ماكو بينك وبينهم، هم مسوي لي هولدر بالمسدسات وأنت تسوي لي هولدر بلاي مسدسات. اينو ايه اوكي 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 بعدين دسيعه بعدين. روح افتح الباب خلينا نشتغل. روح افتح الباب. روح قابل نبقى نعزل من نشتغل. هو من عنده واهز بعد احد يشتغل. افتح الباب ابني، ذولا سوا هولد اب وراحوا بعد ما يجون قبل راح يجونا مره ثانيه. يعني صدق ما يجون السالي؟ يجون لوش؟ يجون ياخذوك لك ما يجون بعد. شو سواها؟ سووا الواجب وطلعوا. روح افتح الباب كامل. شلون يوم اكشر هذا؟ شلون يوم اسود هذا داد؟ شو كاستمر؟ ايه دير بالك عليهم شوية يروحون عليهم شيء. أيوم على يوم اشتغل. كامل رجعهم هذول كويس. Yeah, man, I got 5 bottles. 10. 1, 2, 3, 4. Hey, buddy, this one we don't take. Why? Well, I'm going to have my 47s. Yeah, sure. Let's get out of here. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to مكتوب عليه 2 سنت بس ما ناخذ من عند عمري، ما ناخذ، ما نبيعها، ما نبيعها، اتهمنا يا عمو، قابل كل شيء مكتوب عليه 2 سنت ديبازيت ناخذه؟ اكو عليه 2 سنت ديبازيت. عجيب، انت ويا هذا جاي قصدي؟ لا لا انا مو وياه. انا ما اعرفه. العداد هو اخذ فلوسه وطلع، انت لو اشخاص نفسك وقاعد تقارن نفسك. مو انا عندي 8 طالع من هذا البطل ما اخذته. لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، 8 طالع. إذا هذا البطل ما تاخذه، شلون راح تاخذ نفس المطالة مالتي؟ يعني لو ما كان عندك مثل البطل اللي كان عنده، لو مثل القوطية كانت عنده، كان محشيت كل شيء. شلون عرفتها أنت؟ لا عرفتها داد، عرفتها. هسه احنا ما ناخذ هالبطالة. أمر خدمة. وطيفة قاعد عليك. وخر، وخر، شد مرخشن، وخر. يلا ما خذ.
ريت باكيت لك؟ ما شاء الله. هذا باكيت 35 سنت. هاي 50 فلس. ما عندي خردة. إذا 50 فلس ما عندك خردة. لعد لويس المدحين. إي هاي حقك بيها. كان عندي خردة بس أخذوها كلها وراحت. شو أسوي يعني؟ لو كان عندي 20 دولار لعد كان سويت. لا تخاف، شكولك مش كل 20 دولار. رش يا أبويا أخذ العلج عمري وروح أنت حبيبي، أخذ العلج أبويا، أخذ العلج في مال لا عمري، يلا وياك، يا هلا بيك. روح روح. تروح تعال تعال صرف لنا خردة، جيب لنا فتواني دارة خردة تعال. تعال. هذا السبعة ولا شف خلقته بالستار. يلا سوى انفد منها وية. كل ده يشتري لي باكيت علاج، ايش ده يشتري لي؟ لك ما شف خلقته بالستار. لك داد شلون يوم اسود مسخم ملطم هذا؟ والله ما اعرف شلون راح اخلص من هاليوم هذا. اعصابك سام لا تدير بال. شو اطلابي؟ اريد اشوف له شاره لهالستور وابيعه واخلص من عنده. المن ابيعه ما اعرف. إذا أداد صار ستورين مفتحين بصفي، واحد منا واحد منا، هسه مشي قنش كبرها إلا بصفي تجون تفتحون. أبيع الباب بدولار 39، ذاك يبيع بدولار 29، لبصفنا يبيع بدولار 19. كاندي أبيع ب 30 سنت، لبصفي يبيع ب 25، الأخ يخلي صاين هالكبرى باي 1 كاندي جيت 1 فري. خلينا يا معود. هي 3 قرص بالمنطقة كلها، تجي تقسمها على 3 ستورات؟ كلنا راح نموت من الجوع، هسه كل هالستورات فتحها وما يخالف. قالوا غاز ستيشن راح تفتح، قلنا مور بزنس، غاز ستيشن راح تفتح، اكيد هذا يخلي له غاز ويجي حتما ياخذ له باكيت جقاير، صمون، حليب. طبعا. اشو هذا قام يبرد بالغاز ستيشن ويطب جوا للغاز ستيشن وما يطلع. ورا شويه يطلع من الغاز ستيشن بيده لوف بريد، وبيده حليب، وبيده جقاير، طلعت مو غاز ستيشن ذات. طلعت حليب ستيشن، طلعت بيبسي ستيشن، ستيشن ستيشن. دخلينا يا معود، داد عمري انت دخلينا. دخلينا يا معود، عرضه للبيع والبيع. اللي هو اكو غير هالستورات يعني وين تروح؟ ابويا ايش تعرضه للبيع؟ انا من اخذت الستور قالوا لي يسوي 9000 وفلس ما ينزل. لما انطبيت عليه طلع لا 9 يسوي ولا 8 يسوي ولا 7 يسوي، طلع يسوي 699. بعد استاذي هاي ليش هيك جماعتنا يسوون؟ يقول لك الستور مالتي يسوي 15000 ولما تخش عليه حتى 10 همين ما يسوي، يعني لازم يزيدون كم الف؟ يقول لك بكت نشوف فد واحد زوج ويجي يشتري، شو تسوي؟ وجيت انت استاذي. عجبتك هاي الحكايه مو؟ ايش حكايات تتونس عليها؟ ستة كل شيء واحد كامل. هاي هاي هاي. My name is Mr. Oak Park. Say what? اسمي مستر أوك بارك. أنا من السيتي وجاي أشيك أشوف الستور من ناحية نظافة. إي صدق أروح لك اذبت شوي. بس إحنا الستور مالتنا في ديترويت. عجب داسينا واحد من أوك بارك. لا حريم أنت غلطان. اسمي هو مستر أوبر والسيتي مال ديترويت دازتني مو السيتي مال أوبر. هاي اسمك أوبر. بس دقيقة مستر أوبر، دقيقة واحدة لا أقول له استادي هذا استادي مشكلة. أوكي وبعدين أنا أجي أعطيك خبر. أوكي استادي هذا شو بلا هذا؟ هذا جاي يريد يشوف الستور مالتك من ناحية نظافته هو صاخته ويقول اني لازم يعني جاي من امانه العاصمه. مستر اوك بارك. يعني انا ساكن بسوفي ما ساكن باوك بارك. لا منين جاي منا يا العفو علي. انا اسمي هو مستر اوك بارك، ما اقول لك انت ساكن بسوفي ولا باوك بارك. اوه اسمك هو مستر اوك بارك. اي نعم. وجاي تفتش الستور من ناحيه نظافته. انا اسمي هو مستر اوك. واللاست نيم مالتي هو بارك. فاسمك يصير اوك بارك. بالضبط. وجاي تفتش نظافه الستور. يعني جاي اخذ لي فد نظره منا، نظره منا، ورا الثلاجات، لي ورا، شكوش ماكو. والله من ناحيه نظافه الستور مستر اوك بارك، فاذا الستور كله وسخ فشي واحد متاكد من نظافته 100%. جود جود جود. والله شنو هذا الشيء؟ كاش ريجستر مالتي.
ودعتك هسه قبل ما تجي نظفوا لك اياها تنظيف من هاي التمام وبدون ما اقول لهم سووا واجبهم وطلعوا. افهم قصدك سوى في الموضوع؟ بالضبط. اسم الله عليك شاطر والله عمي، وجاي انت تريد تفتش الستور مالتي. والله جاي اخذني فد نظره منا منا. واجبك هذا ما تقدر. هذا واجب وما اقدر. تعرف الشغل واحد والعاطفه خليها على صفحه. لكن انا هواي هواي متاسف على اللي صار. بس ما اقدر اسوي شيء. لا عيني لا شو اسوي؟ دادي انا وقف عليك عمري هو يوم كله اسود باسود من اول مره. بس هاي غير يوم محفوسيات استاذي. صدق الانسان يمر بيوم نحس. بس مثل هاليوم انا بلا شايف. ولا اشوف ابدا. امر خدمه مستر اكبر. اقدر اشيك الباك روم بليز؟ روح راوي للباك روم. ايوه يلا عيني تفضل تفضل. تفضل تفضل اغاتي تفضل. جيب العودة مال البيسبول ما ترجع وياك. ها؟ عودة مال البيسبول جيبها وياك من تجي. ليش استاذي راح تبسطها؟ مو هسه. راح العب بيسبول اول مرة. طبعا ابسطها. بس مو هسه. إذا قبل يفضها بست بطالة أو ست قواطي بيرة ويطلع خليك نقول هاي هم فوق الخسارة مال اليوم. وإذا عصمص وياي لكتلة كتلة وسد الستور وروح اقعد يمسى وشتي أحسن لي. لقداد والله طلع هالستور من عيني هذا. سام انت ليش ما تعزل؟ دا اشوف اعصابك تعبانه. اعصابي ما تعبانه، اعصابي اقوى من اعصابك. بعدين ما تقدر تعزل، عرفت؟ السيستم مال الستورات هيك يقول، لازم تبقى الى ان يجي وقت التعزيله يلا تعزل. ايوه دا يشوف اعصابك هوايه. ما عليك من اعصابي، اعصابي حديد. هي هاي العله مال الستورات. لازم تجي تفتح يوميا. ما يفيد. بطنك توجعك، راسك يوجعك، ايدك توجعك، ما ادري شنو يوجعك. المهم لازم تجي وتفتح مثل سوبرمان. بس شو سامي حياتك شلون كان السنه قبل؟ وهسه شلون بدها تصعب يوم على يوم؟ هذا مو شيء جديد، شوف لك شيء جديد. لا قصدي الناس شلون كانت قبل. العائله 10 نفرات و15 نفر. كلها تاكل وتشرب واحد من كان يشتغل مو بنفس التعب هذا. ايه هذا قصدي. وهسه احنا اثنين وثلاثه جاي نشتغل وما جاي نلحق، واحد ما يقدر يساعد الله. ايه هاي حقك بيها، هاي حقك بيها مال ما حد ما يساعد الله. وينك وبعد؟ تصور انا عندي هذا جيراني قبل يومين كان يسوي الحديقه مالته. الماكينه عطلت، انطيت له ماكينه ونظفت وياه وشلت الجاربج وياه وديته وقال لي اشكرك. ثاني يوم الصبح شوية عندي خطار بالبيت دي يسوون وكاحة. طب ما أشوف البوليس جاي من بيتي. يقول لي جيرانك خابر عليك دي يسوون لغوة وياي بالبيت. هو هذا جيراني أول جار. لعد لو سابع جار كان سوى. خلينا يا معود مساعدة ليش؟ هسا احنا مريد مساعدة. مساعدة مريد كامل. أنت قول هذول اللي لب 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 لقدات فلا يسكتون أبدا. شغل عمل ما عندهم بس حكي. أنت تعرف هذا الحب الأحمر ليش ما موجود بالسوق؟ لا والله استاذي انا ما تشرز. ما تشرز انت، بس انت تعرف شنو سبب اختفاء الحب الاحمر من السوق؟ ليش؟ انا اقول لك ليش. هاي اكو قسم من النسوان ودا اقول قسم من النسوان، اخاف واحد فتح قسم من النسوان. قسم بس من النسوان مو كلتهم، خاف زوجتي تسمع. هاي قسم من النسوان يروحون يشترون لك 5 باونات حب ويجيبوها دنيا عصر ويقعدون قدام الباب. 5 باونات كامل. يقعدون قدام الباب ويا اول حبايه يتشرزون بها تبدا رحمه الله. فلانه ميره، فلانه محكي له، فلانه مطلق له، ايش قله مش المانه، واي شحكي لك داد شحكي لك عمري شحكي لك. هاي ماشي عدنا شحكي لك كابي عاد اقلب صفحه قاموا يباعون علينا داد اسكت. منو دا يباعوا علينا استاذي؟ كاستمر برا دا يباعون علينا ما علينا. الى ان يخلص الحب كليته ويا ما تخلص ال5 باونات يقومون كلتهم. واخي ما تنشور استغفر الله، مو تنشور ما تنشور. خلينا داد ابو عادل هم نبشونا نبش وبعدين والله راح ابيع على الستور واخلص من عنده. لقول جماعتنا الاقداد كافي ستورات، شوفوا لنا شغله امن ما يشوفونا مكلبين بالستورات مالتنا. انت تعرف شنو؟ قبل ايام ابو عادل كامل كانوا قاعدين جماعه دا يحكون على انه ليش ما نشوف لنا شغله غير شغله الستورات. ايش تاري؟ فد واحد كلداني قال انا راح اروح للفضاء. راح للفضاء ويا 3 امريكان. ووصلوا للفضاء ونزلوا بالقمر.
كلداني على اساس بدلها الشغلته. من وصلوا بالقمر يدورون على الكلداني ما يلقوه، 8 ساعات هو ماكو. ورا 8 ساعات اجى منه قالوا له الاقداد وين شنو؟ قال لهم سبتوا وخلوها، لقيت فت كورنة تصلح شكل ستور وياكم. دخلينا عمري يا بعد دخلينا يا يجوزون من الشغله. آه. النظافة من الايمان. النعم. أبطل شبين؟ الحقيقة ماكو شي هواية عندك. كلها نقطة نقطتين ثلاثة خمسة ستة سبعة. وعندك أربعة. إيش قد يصير المجموع؟ 14. أقول لك أنت ليش ما تذبحها على قبلة واحدة؟ لو نقطة واحدة لو 14 نقطة. تريد الصراحة عندك 14 نقطة. يكون صريح هيك يحكي، وين العودة مال البيسبول؟ إيش تقدر تفهمني شنو هي ال 14 نقطة هاي؟ أولاً جوا الثلاجات وسخة. هاي واحدة. أوتي؟ أوتي. ثانياً عندك الباكروم مليانه صراصر. اوتي. اي ام اوتي. ثالثا عندك الغرفه مال الزبد مليانه زبد. العاديه شنو؟ شكو فيها؟ ايش بيها الغرفه مال الزبد؟ مليانه زبد. اوتي؟ لا هاي مو اوتي. غرفه مال الزبد طبعا يكون بيها زبد، لا عشان يكون قابل غرفه مال الخطاريه. ايش قالوا لك؟ ايش قالوا لك؟ حديقه متنقله؟ اقول لك مستر اوتبارك، انت شلون شكل واين تشرب؟ الحقيقه هي مربعه هي كلها عندك بس على شنو؟ او واذا اعطيك بس 6 طالبيره وياها شلون شكل واين و6 طالبيره وعلى هالحراره هذه؟ تريد الصدق؟ تريد الصدق؟ لا عاد تشد 5 أو 6 نقاط وبعد. يعني تريد كيس افهم من كلامك. كيس بيره كامل هسه 24 باك، شنو رايك؟ الصراحه اني ما شايف انظف من ستارك. جود جود جود. بس شويه يردنا بس. اي هاي مو مشكله داد. كامل انطي لك كيس مال بيره ومرخش لهاي همينه فوق مال هاليوم كليته. إيه هو يوم مسخن ملطم. بس شنو تطي بيره؟ انطي له. تريد شي بعد عيني مستر مستر شنو؟ اوبا. تفضل عمري، تريد شي بعد عيني مستر سافيلد؟ اقول مستر اوتبار؟ ما جابوا وياكم كبه بالله. روح ابويا روح كبتي، ايش تاخذ البيره مالك وروح. تفضل تفضل. روح. تفضل. روح. يقول لك امريكا ما بيها رشاوي، لك هي كلها ام الرشاوي. 6 طالبيره يحلف 100 يمين يقول انظف ستور عندك. هاي سياسه بابا محتاجين عودة مال البيسبول. انا ابادي راح تضرب والله بيوت وتروح للسجن. مو وقتها. ايه 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 بس تحسوي انت، انت بس اعصابك تبردها ولا تصير عصبي علينا واحنا نداريك، انت بس اسكت وكل شيء يقعد بمكانه. ايش بدك يعني يا احمد؟ Twins this morning. Hey, al khair al khair. Walad lubnaya. Walad lubnaya. Hey, Allah yakhli lak ya bo. Ashkurak, Allah yakhliik. Bo mujahash o sahatha. Walla alhamdulillah zayna bkhair. Hey. Lish ta mazawit? La walla ba'd ma mazawit. Ba'd ma kench andi min hasa astajid. Ya ma'ad bqat ma yabqa taq'ad mitla dulad. Hey, Allah karim udyan. Hey, shakush maku? والله كل شيء ماكو. وانت جنابك يهمك اذا هو متزوج لو ما متزوج؟ هاي ايش بيك؟ بدنا نساله سؤال، متزوج لو ما متزوج؟ هاي التلازم. خليه يتزوج ويكمل نص دينه معود. هاي لازم انت عندك بيبيز؟ اي عندي 2. اي الله يخلي لك اياهم. اشكرك الله يخليك. دوم الخليفه صالحه. شكرا. اقول حضرتك اشوف انت لابس قاط، شنو رايح للحفله؟ ليش وياني روح الحفله لازم يلبس قاط؟ اي مو هنا زاين هيك ما تقدر تروح الشكل للحفله. لا انا شفت الحفله. انا تعرف سالفه الانتخابات هسه والتصويت والراحه والتعال صايره هوسه.
فكنت هناك وهسه اجيت راسل هنا. ليش انت جنابك هالسنه ما صوت؟ والله اني لا اصوت ولا اريد اصوتوني. ليش؟ لانه ما عندي حق اصوت. يقول ما عندي سيتيزن. ما عندي حق شنو؟ يعني الا اللي صوت يكون عنده سيتيزن؟ لا شي يكون عنده وايت كار. بس استاذي انت اول خدمه عيني زوجتي اليوم الصبح ورا ما ولدت جيت اشتريت دايبر، والدايبر هذا بالغلط اريد الرجعه. وشلون شكله تريد؟ تادلر. شنو يا هذا؟ تادلر. واحنا منين نبيع هذا اللي انت قلته؟ نبيع احنا من عنده. شيك اخويا شيك. ما عندنا عيني ما عندنا ما عندنا ما عندنا. اخويا اعطيني فلوسي اروح اشتري من غير مكان. اي ليش لا بس خليه هناك بمكانه. خليه مكانه خليه هناك هو بقت عليه. ماله يعطينا 95 وفرحان بيه. هذا ساري. اي والله عشت. حط باكج جاي. وين كان مان؟ ما ادري. اسكت يا معود يروح يجي الساعه اسكت. زوجنا بعشر دولارات. شنو عشر دولارات؟ كل شيء ماكو من عندي عشر دولارات. عمالي اكو شيء؟ لا كل شيء ماكو. كل شيء ماكو. سلامتك استاذي معود بس انت اعصابك. اقول لك اذا يجي باكر برنامجي مالي ما موجود. شنو بالتليفون؟ اي زين يا فارس توكل على هاب. هلا وهلا علاء. هلا وشلون صحتك؟ الحمد لله والشكر. لا لا انا هاليوم جاي للاجتماع فور شور. اي لا تروح دا اقول لك مناسي. اشوفك الساعه 8 غير. اي وانا منعزل اجي لك. اوكي باي. واجد. نعم ستاري. ترى صح انت صغير وبعدك ما متزوج. بس هذا ستور وقت غراميات ماكو بالتليفون. لا استاذي هذا صديقي علاء دي يذكرني على اجتماع مال هاليوم. وقلت بلكي انت تخليني اطلع قبل ربع ساعه على مود الحق على الاجتماع. هاي من كل عقلك؟ شنو ايش قلت ليش؟ يعني فوق هذا اذا اكو يوم احتاجك ان تبقى بي هو هاليوم هذا، شلون تريد تعوفني وتطلع؟ اوكي اوكي استاذي ابقى وياك بتعرف تضغط نفسك يا معود، اهم شيء اعصابك. بعدين شنو مساله هاي الاجتماعات اللي تجتمعوها؟ شنو اجتماعات يا شاي؟ والله استاذي اني هاليوم عندي اجتماع. واجتماعنا بصراحه تهم اشياء هوايه تخص جاليتنا ولغتنا وتراثنا احنا الكلدان. شوف هم امن المنطقة. شوف ماجد انت بعدك صغير وبعدك متحمس وانا يعجبني هذا الحماس اللي بيك. كلنا كنا صغار كنا مثلك. بس هاي مال جاليتنا ويهم امر المنطقة هاي سوالف لو تعوفها وتبتعد عنها هواي احسن لك. ترى كلنا كنا هيك قبل بس كل شيء ما تقدر تسوي طالما الاجرام موجود والسرقه موجوده ومسدسات هنا الفلس موجوده كل شيء. هاي المشكله ما تقدر تحلها نهائيا. شوف لك شيء وكل خبوز. اي بس سامله عاد شلون؟ انظر كل هالشغل والتعب اللي احنا نتعبه ويجي لك واحد زايعته القاع مجهول الهويه لا عنده لا ام ولا اب مثل وادم يجي يقتل بلحظه ويفوت. ترى كلنا عندنا لسان ونقدر نحكي فتامد وهذا الكلام اللي تقوله انت كلنا نعرف به ولو احنا نتغاضى النظر عنه. لا تخاف اكو عندنا كبار القوم يسموهم وجهاء الجاليه. لعد وينهم؟ ذولا هم الحمد لله والشكر يحكون ويتكلمون عنه ولو ما نعرف ايش يتكلمون بس يتكلمون. هلو ها شوفي حضري لي شويه عشاء وبخور مال بسم الله. اليوم راح نجي نسهر انا وانتي. بختة ما انتي غير بريشك صبره مو فيديو كم مات النخ اسري فيديو مات النخ. شو عمرين انتي؟ اوكي باي. امسال العزيز يا قنابل يدويه ريد جايب قنابل يدويه؟ جايب اثنين. اوكي. انت توزع هناك؟ الزم اي جود جود جود. انت توزع هناك انبطح 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 من تطلع. ما ادفع مال هاون هم حظ لي يا عبط راح اروح للحرب دادهم للحرب. حاضر؟ ايه حاضر. اطلع برا وقف يم السياره انت وقف هناك خذ الباك تحركها كلها. استاذ وخذ وضعي بطاح يلا كلهم
يلا بقى واحد واحد بسرعه. لا فرامل فرامل سوي لي عجل، سوي لي عجل.